الفقرة الثالثة هي فقرة نتائج الماتشات، وهتبقى سؤال وسؤال كده عدل، سؤال وسؤال. استناني بقى في الفقرة عشان يبقى الموضوع ماشي كده. يلا بينا تيم عز بقى، اسمع معانا شوية كده. يلا بينا نبدأ من عندي. أول سؤال لفريق عز والمحمود. الأرجنتين ونيجيريا لعبوا مع بعض في 2014، النتيجة كانت كام؟ 2-1 أرجنتين، 3-2 أرجنتين، 1-0 أرجنتين. 1-0 ميسي، وكان 1-0 ليش شايف أقول امبارح بس مش فاكر الدوري كان هم لعبوا كتير. 1-0 تقريبا. يلا مش 1-0 غلط. 2-1 3-2 1-0 ده بتاع 2018 والله. 10 حاجه كده مال المال المالط بيلعبوا النهائي كلنا مع بعض. اه المالط بيلعبوا النهائي كلنا جاوبنا. يلا بينا اصل ما لعبوا 2-1 في 2018 بتاعت ماركوس روخو. اتفرج السؤال اللي فيه تيم شوقي وفوز. تمام. هولندا لعبت مع المكسيك برضه في 2014، كانت كام النتيجه؟ 2-1 لهولندا، 1-1، 1-0 لهولندا. كان في دور كام؟ طب قول النتيجه تاني معلش. 2-1 هولندا، 1-1، 1-0 هولندا. هو شوقي بيعمل ايه؟ هنكسب في اللعبه دي. طول انت وعشان تطلع غلط بس انا برضه 2-1 لهولندا صح اهو اهو عشان انا اللي قلتها اهو عشان عارف لو كنت قلتها كانت طلعت غلط والله العظيم. 1-0 ماشي اللي بعده. السؤال الثاني، انجلترا لعبت مع الكاميرون في ربع نهائي سنه 90، كانت كام النتيجه؟ 3-2 لانجلترا، 3-1 لانجلترا، 2-0 لانجلترا. لازم تبقى انت انا فاكر الماتش ده بتاع روجي ميلا بس مش فاكر السكور. 3-1 وكام؟ 3-1 و3-2 و2-0. 3-1 و3-2 و2-0. انا مستبعد التلاتات دي كتير على الكاميرا. 2-0 لا لا هي فكره بس ان ده الماتش اللي روجي ميلا ودها. عايز افتكر بقى هو كان عمل حفله ولا كانت الماتش الماتش لموها 10 ثواني. 2-0 على الله. 2-0 يا بيه غلط. 3-2 2-1 للكاميرون وبعد كده نزل جاري لينكر خد ضربتين جزاء. انا بعرف اسئلتك واسئلتي ما بعرفوها. انجلترا وباراجواي لعبوا مع بعض في كاس عالم 86، النتيجه كانت كام؟ 1-0 للباراجواي، 2-0 لانجلترا، 3-0 لانجلترا. خير الامور الوسط، خير الامور الوسط. 2-0 لانجلترا. غلط طبعا. 3-0 طب ما فرقتش يعني هتفرق هتعرف 3 منين؟ هي انجلترا كسبت عشان وصلت مع لعبة الارجنتين بعدها، انما كام مش عارفين. انجلترا لعبت مع الدنمارك في دور ال 16 سنه 2002، كانت كام النتيجه؟ 3-0 لانجلترا، 2-0 لانجلترا، 1-0 للدنمارك. في اتنين كاس عالم؟ اه 2002 كاس عالم وردين لعبوا فيه هم كسبوا 2-0 لانجلترا او ايه؟ 2-0 و3-0 لانجلترا و1-0 دنمارك. 2-0 لانجلترا. 2-0 لانجلترا. اجابه غلط. 3-0 كده هم كسبوا خلاص. ماشي نسال السؤال الاخير. نسال السؤال الاخير خلاص ما فرقتش. معلش معلش السؤال الاخير عشان برضه فاهم عشان فوزي يجاوب عليه. مش حاجه يعني بس اوريكم ان انا جايب واحد جامد. فيرويد تشيلي وامريكا ايوه لعبوا مع بعض في كاس عالم 50، كانت كام النتيجه؟ 5-2 لتشيلي، 4-1 لتشيلي، 3-0 لامريكا. طبعا امريكا ما كسبتش، كانوا مش بيلعبوا كوره. 4-1 في 5-2 وايه؟ و 4-1 4-1 4-1 غلط. 5-2 امريكا لا كسبت 5-2 مش فارقه بس امريكا ما كسبتش الحمد لله برضو رغم ذلك. الف مبروك شباب. الف مبروك يا رجاله. الحمد لله تعبت جدا 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 الحمد لله. احنا طلعنا عادل سعد في التارجت بتاعنا. انت خلاص كفايه انتوا كسبتوا تيم عادل سعد. والله العظيم انا مش قادر. فرصه سعيده والله جدا. والله فرصه سعيده جدا. والله مصدق نفسي لان انا اصلا ما جاوبتش. الله يحفظك والله. اوكي كده خلصت بفوز تيم شوقي وتيم احمد فوزي. خساره تيم عز والمحمودي. شكرا جدا لكم يا جماعه شرفتونا ونتقابل في التحديات الجايه باذن الله.